إسرائيل تتوغل براً وتقصف جواً رفح، وقرابة نصف مليون ينزحون من الشمال. سكان شمال إسرائيل يتظاهرون ضد عدم وجود خطة للعودة مع استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله. تجدد القتال في الفاشر، وحركة العدل والمساواة تقول إن الحرب الحالية بين الشعب وفلول النظام السابق. وسط تحذيرات من عدم توفر الأمن، قافلتان تقلان لاجئين تصل إلى سوريا قادمتان من الأراضي اللبنانية. ساعة إخبارية مفصلة من الحدث، معكم المبروك صغير، أهلا بكم. أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في شرق رفح، مضيفا أن اشتباكات تدور مع مسلحين على الجانب الفلسطيني من المعبر في جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش في بيان أن قواته قضت على عدد من المسلحين خلال مواجهات مباشرة على الجانب الفلسطيني من المعبر وأيضا في شرق المدينة. وفي شمال قطاع غزة ذكر الجيش أن قواته قامت بتوسيع عملياتها في منطقة جباليا ونفذت عمليات جديدة ضد مسلحين في المنطقة. وأشار إلى أن نيران المدفعية تمكنت من القضاء على عشرات المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات، كما فككت قوات الجيش شبكة عبوات ناسفة كانت مزروعة في المنطقة. وفي حي الزيتون بجنوب مدينة غزة وفي شمال القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إنه وصل عملياته على مدى الساعات 24 الماضية وذلك لليوم السادس على التوالي، حيث عثر على فتحات أنفاق قام بتفكيك عدد من منصات إطلاق الصواريخ. وأوضح بيان الجيش أن الطائرات الإسرائيلية قصفت إجمالا أكثر من 100 هدف في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. احنا اصلا نزحي من مكان لمكان لمكان لمكان، احنا ما بدنا تطلع الا لما شفناها بعينينا، ما رضينا نطلع احنا. تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان، والمكان من مكان لمكان مهووس قريب من بلده لبلده. نزوح من منطقه الهلال اقصى الجنوب اللي هي محافظه رفح، صاروا يجوا كلهم على المحافظه الوسطى دير البلح، كله تكدس في دير البلح. نفذت طائرات إسرائيلية غارات جديدة على رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى والمصابين وتدمير المباني السكنية، فيما تشهد المنطقة حالة نزوح جماعية ودمارا هائلا طال غالبية أحيائها. كلنا في احد، ولا احد، كلنا في احد، يا شو بيروني يا كبير، ويا ابن الخمر بيروني.
نذهب إلى خان يونس، من هناك مراسل حدث أسامة الكحلوت يطلعنا أكثر عن الأوضاع الميدانية. أسامة تفضل. نعم، ما زالت الطائرات المروحية الإسرائيلية تطلق النار على السكان في منطقة وسط مدينة رفح. قبل قليل طائرة استطلاع استهدفت عددا من السكان والمواطنين في منطقة محيط بلدية رفح، مقر الرئيس لبلدية رفح. نقل ضحية وعدد كبير من الإصابات إلى المستشفى الكويتي في المنطقة الغربية لمدينة رفح. حتى هذه اللحظة الضربات نسمع دويها من هنا من أمام مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لخان يونس، والضربات متواصلة سواء في المنطقة الوسط في مدينة رفح، بالإضافة لاستهدافات متفرقة في المنطقة الغربية لمدينة رفح. هذه المنطقة فيها ما يقارب نصف مليون مواطن ونازح حتى هذه اللحظة. بالإمكان الحديث على أن المستشفيات باتت يعني تخطر وتنذر بانهيارها وتوقف عملها بشكل كامل في ظل نقص كامل للوقود. يعني منذ أمس حتى اليوم كان هناك توقف لعمل محطات الكهرباء داخل مستشفى الأوروبي في المنطقة ما بين رفح وخان يونس، والآن مستشفى شهداء الأقصى يجدد تحذيره بنفاذ الوقود من المخازن الخاصة داخل المستشفى، وقد يتوقف عمل المستشفى بشكل كامل خلال اليومين المقبلين بعد نفاذ كميات الوقود. تتحدث على انهيار المنظومة الصحية بات يهدد كل قطاع غزة، لأن الوقود والسولار لم يدخل منذ أسبوع تقريبا حتى هذه اللحظة. الجميع هنا يعتمد في عمله في قطاع غزة على الوقود الوارد من معبر كرم أبو سالم التجاري، حتى وإن كان هناك اعتماد قليل على محطات توليد أو أشعة الطاقة الشمسية فوق المستشفيات، لكن هذا لا يلبي الحاجة ولا يعمل على تشغيل غرف العمليات سوى فقط إضاءة الممرات في المستشفيات وتشغيل أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، سواء كان في مستشفى ناصر هنا الرئيسي في مدينة خان يونس، ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وفي مستشفى الكويتي في المنطقة الغربية لمدينة رفح. الآن مليون ونصف مواطن ونازح في منطقة الآن جنوب قطاع غزة بأكملها وأكثر يعتمدوا فقط في حياتهم الطبية وتقديم الخدمة والرعاية الطبية على المستشفى ناصر ومستشفى شهداء الأقصى، لأن مستشفى الكويتي في المنطقة الغربية لمدينة رفح لا يقدم خدمة التنويم والعمليات وغسيل الكلى. كل هذه الأقسام محولة إلى مستشفى ناصر في خان يونس، حتى أن مرضى غسيل الكلى الآن يعني نقلوا من مدينة رفح إلى مدينة خان يونس من أجل إتمام عمليات غسيل الكلى في هذا المستشفى، بالإضافة لمستشفى شهداء الأقصى. منطقة مستشفى الأوروبي ما بين خان يونس ورفح هي منطقة خطيرة، ليس بالسهولة يمكن الوصول إليها لأن المناطق القتال هي مناطق محيطة في هذا المستشفى، ولكن حتى هذه اللحظة المستشفى يقدم خدماته. طيب ماذا عن الأخبار الواردة إن كانت تتوفر لديكم أي أخبار عن مخيم جباليا والاشتباكات الدائرة هناك؟ الوضع كارثي في هذا الأمر كما هو الحال في مدينة رفح جنوب القطاع، أيضا مماثل تماما في منطقة مخيم جباليا، حيث بدأ الأمر بتهديدات لسكان هذا المخيم وسكان منطقة شمال قطاع غزة بالنزوح إلى منطقة غرب مدينة غزة، ولكن الكثافة السكانية والعمرانية والتزاحم السكاني ومدارس الإيواء الأكثر في مناطق شمال قطاع غزة تتكدس في منطقة مخيم جباليا. في هذه المنطقة يدور الحديث على قصف متواصل حتى هذه اللحظة على منطقة تل الزعتر وهي المنطقة الشمالية لمخيم جباليا، بالإضافة لقصف مدفع متواصل في المنطقة الشرقية. الدبابات تحاول الوصول إلى منطقة الترانس، هذا المنطقة منطقة حيوية ومن أشهر المعالم في مخيم جباليا، تحاول الدبابات الوصول إلى هذه المنطقة من شوارع فرعية ورئيسية من المنطقة الشرقية لمخيم جباليا باتجاه منطقة وسط المخيم. غالبية سكان هذا المخيم غادروا منازلهم، وحتى النازحين داخل مدارس الإيواء غادروا مدارس الإيواء بسبب إطلاق طائرات الكواد كابتر عليهم النار بشكل مباشر منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة. هذا المخيم غالبية سكانه أخلوا منازلهم واتجهوا إلى منطقة غرب مدينة غزة. يعني بالإمكان الحديث على أن الحرب بدأت في شمال قطاع غزة من جديد وكأنها في اليوم الأول، بل أشرس من ذلك، لأنه في الأيام الأولى لم يكن هناك تهجير لسكان منطقة مخيم جباليا، فقط كان هناك محاولات لإيواءهم داخل مدارس الإيواء، ولكن الآن تم إجبارهم على الإخلاء من مدارس الإيواء في ظل اشتباكات ضارية في المنطقة الشرقية. فصائل المقاومة قالت في أكثر من بيان لها أنها تستهدف عددا من ناقلات
داخلات الجند والدبابات في المنطقة المحيطة في مخيم جبيدة مثل منطقة تل الزعتر ومحيط منطقة الشيخ زايد. كل هذه مناطق الآن فيها اشتباكات ضارية واستهدافات للدبابات وناقلات الجند من خلال استهداف الدبابات بقذائف التي بي جي وقذائف الياسيم حتى هذه اللحظة في ظل الشبكات الضارية، ولكن هناك نزوح كامل لكل سكان هذه المنطقة. شكرا الشمالية لك من في قطاع خان يونس الذي يقدر عددهم بما يقارب من مليون ونصف أسامة الكحلوت حسب تقديرات المكتب الإعلامي. كنت معنا من خان يونس، يبدو أن مراسلنا لا يسمعنا. على كل حال شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل حدث أسامة الكحلوت. حتى اللحظة سنعود إليك في الساعات المقبلة. هاجم مستوطنون إسرائيليون شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة لمنعها من الوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ أشهر، والذين يقبعون تحت وطأة ظروف إنسانية صعبة صنفتها منظمات دولية بأنها على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة. كل السيارات هذول لاك مبنشرات، كل القدام هذاك اللاحظ مبنشر، شاكر بربوش قدام، كل مبنشر سيارات بربوش. مش التاريخ كما حكوا. كما تظاهر مئات الإسرائيليين شمال البلاد وأغلقوا طرقا احتجاجا على عدم وجود خطط لعودتهم إلى منازلهم في الشمال قرب الحدود مع لبنان. كما أفاد شهود عيان أن المئات قطعوا مفرقا في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل ورفعوا شعارات تطالب بعودتهم إلى منازلهم. المتظاهرون رددوا أيضا هتافات تطالب بإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تأثر في مناطق الشمال بفعل التوتر وعدم الاستقرار هناك. من القدس تنضم إلينا موفد الحدث رفاه السعد. رفاه مرحبا بك، المعلومات المتوفرة لديك حول الاحتجاجات في شمال إسرائيل؟ نعم، قبل أن أبدأ بالحديث عن هذه الاحتجاجات دعني أبدأ بالعواجل التي وردت قبل قليل، حيث دوت صفارات الإنذار في مجدل شمس في الجولان قبل قليل، وأيضا سبقتها صفارات إنذار دوت في شمال إسرائيل حيث مستوطنة أدميت، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخرين. طبعا هذه الاحتجاجات المبروك هي مستمرة حتى كانت يوم أمس أيضا، وسبقها الأسبوع الذي سبقه أيضا كانت هناك ذات الاحتجاجات، حيث خرج مئات الإسرائيليين إلى الشوارع في الجليل الأعلى وقطعوا بعض الطرق والمفارق رافعين شعارات تطالب بخطة واضحة لعودتهم إلى مناطقهم في الشمال، وأيضا مطالبين الحكومة بعودتهم بأقرب وقت، وأيضا مطالبين بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. نتحدث هنا عن ما يقارب من 60 إلى 80 ألف شخص تم إخلاءهم من هذه المناطق من ما يقارب 28 بلدة ومستوطنة على الحدود مع جنوب لبنان. هذه المناطق بالطبع هي كلها مناطق زراعية، يعتاش هؤلاء السكان على هذه المناطق الزراعية، لذلك أوضاعهم الاقتصادية تأثرت بشكل كبير، وأيضا يعتاشون على السياحة الداخلية، موسم السياحة الداخلية تأثر كبير بالنسبة لهم، لذلك هم يطالبون الحكومة ليس فقط بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، يطالبون أيضا بميزانية خاصة لهم من ضمن الميزانية التي تقرها الحكومة. أيضا دعوا الحكومة إلى تفعيل القرار بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي، القرار 1701 الخاص بإعادة القوات، قوات الرضوان والقوات التابعة لحزب الله إلى ما بعد الليطاني. هذه كانت أبرز المطالب. نتحدث هنا عن مناطق خالية تماما المبروك، هذه المناطق الشمال بدت خالية تماما، يقطنها حاليا فقط الجيش الإسرائيلي وتحولت إلى شبه ثكنات عسكرية ومقرات للجنود. الأسبوع الماضي أيضا كانت هناك ذات الاحتجاج، خرج السكان الشمال إلى الجليل الأعلى وأيضا قطعوا الطرق، وأيضا قاموا بعمل شريط أمني يدور حول 8 بلدات تقريبا كرمز أمني
للمطالبة بالحكومة لمطالبة الحكومة بأن ما يحدث بدا خطرا وأن هذه المناطق التي تبعد 4 إلى 5 كيلومتر مع جنوب لبنان بدت خطرة جدا وأنها يعني لا يمكن العودة إليها. كذلك كان حديث هناك داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية عن احتمال أن يكون يوم الأول من سبتمبر وهو يوم عودة المدارس، لكن يعني أن يمكن هذا اليوم هو إذا ما تم الإعلان عن عودة المدارس في الأول من سبتمبر ستكون هناك عودة لهؤلاء السكان، لكن بحسب مراقبين يستبعدون تماما هذه العودة التي من المقرر أن تكون يعني من الممكن بعد شهر أو شهرين، وذلك بسبب توتر الأوضاع. نحن نتحدث عن منطقة لا تزال متوترة، لا يزال القصف المتبادل يوميا، بل ونحن يعني نتحدث يعني في اليوم الواحد تكون هناك قصف متبادل من 3 إلى 4 مرات من قبل حزب الله وأيضا من الجانب الإسرائيلي أيضا. لذلك هذه المناطق لا تزال فعلا مناطق حرب ومناطق خطرة مثلها مثل الجنوب إسرائيل، وأيضا لا تزال الحكومة لم تضع أي خطة واضحة. كان هناك ميزانية أقرتها الحكومة، لكن لحد الآن بحسب يعني المحتجين أنها لم تصل أصلا لهذه البلدات. كان من المقرر أن تضع الحكومة ما يقارب 500,000 دولار لإعادة إعمار بعض المنازل والبنى والمتاجر التي تدمرت في هذه المناطق، لكن لا يوجد إجراء رسمي لأن هذه المناطق لا تزال تحت الخطر. لا يسمح أيضا بالعمال، نتحدث أيضا هناك كان ما يقارب من مئات العمال من الجنسية التايلندية الذين يعملون في هذه المزارع والكيبوتسات التي كان موجودة على الحدود، أيضا غادروها في أوائل أشهر من الحرب. من القدس. فكل هذه المناطق موفدة. نعم. الحدث رفاه السعد، وقتنا انتهى ولكن سنلتقي في ساعات مقبلة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. قالت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسة استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في غزة. كما ستستمع المحكمة ومقرها لهاي إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا الخميس، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة. شككت منظمة Human Rights Watch الحقوقية في امتثال تل أبيب للقانون الإنساني الدولي الذي وضعته دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة شرطا لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت المنظمة في بيان إن إسرائيل تستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، فتمنع وتعرقل إيصال الإمدادات والمساعدات الإنسانية وتدمير المناطق الزراعية لحرمان المدنيين مما يبقيهم أحياء. Human Rights Watch أشارت أيضا إلى أن مقتل 7 عمال من المطبخ العالمي ليس خطأ، بل جاء ضمن 8 ضربات إسرائيلية استهدفت عمال إغاثة وقتلت 15 شخصا من بينهم طفلا. من حيفا ينضم إلينا المحلل السياسي يؤافا شطير. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أليس من الأفضل اليوم للمسؤولين الإسرائيليين والمعارضة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية الضغط على نتنياهو لوقف الحرب، لأنه مسألة الجنائية الدولية أصبحت مسألة كبيرة بالنسبة لتل أبيب؟ نعم، المعارضة والعائلات ومؤسسات ربما حاولوا هذا النهج، وبالفعل طالبوا الحكومة سعي نحو صفقة مع حماس، ولكن بدون فائدة أو بدون نجاح. لم تتكلل هذه الجهود بالنجاح، والآن كما يبدو تم تجميد المفاوضات مع حركة حماس، وإحنا ذاهبون نحو التصعيد في منطقة جنوب قطاع غزة، منطقة رفح. نعم، هناك عدة خطوات التي تمثل تصعيد ضد إسرائيل على المحافل الدولية، منها المحكمة الجنائية في لاهاي، انضمام مصر إلى هذه الدعوة لجنوب أفريقيا، أيضا تهديد أو تسريبات أولية نية مصر تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، ورأينا وسمعنا تصريحات نارية من الإمارات. هذا اليوم كان هناك مؤشر بأنه تم تجميد المفاوضات مع حماس كما قال رئيس الوزراء القطري.
والولايات والأعراس، كل هؤلاء العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث الإدارة الأمريكية تطالب إسرائيل بعدم اجتياح رفح والبحث عن بدائل لاجتياح رفح. ولكن كما يبدو هناك نية لحكومة نتنياهو ونتنياهو بشكل شخصي المضي قدما في هذه الخطة. هذا ما يبدو الآن، لا نعرف إذا كان هذا صحيحا أم لا، لا نعرف إذا يتم تنفيذ ذلك في الأيام القادمة أو ربما الساعات القادمة. الكل في انتظار. اليوم يصادف عيد الاستقلال في إسرائيل، وطبعا الأجواء مختلفة تماما، ويجب أن ننتظر ونرى ماذا سيكون قرار هذه الحكومة. أعتقد أنه عائدا إلى سؤالك، المعارضة والعائلات لا تستطيع أن تعمل أكثر مما تقوم به. المعارضة لما يقوم به نتنياهو والحكومة واضحة جدا، ولكن بنهاية المطاف القرار بيد نتنياهو. طيب، على ماذا يراهن اليوم بنيامين نتنياهو بهذا التعنت بالذهاب إلى رفح، بعودة الاشتباكات إلى شمال القطاع كان قد قال إنها انتهت؟ يعني ألا يعرض أصلا كل سنوات الماضية التي قدمتها إسرائيل في سبيل تلميع صورتها والظهور بأنها غير مجرمة في حق الشعب الفلسطيني كما يحصل اليوم؟ لماذا هذا التعنت من قبل بنيامين نتنياهو للذهاب إلى مزيد من إراقة الدماء؟ فالجواب معقد جدا، وهناك عدة أسباب، وربما يجب أن ندخل إلى رأس بنيامين نتنياهو لنفهم كيف يفكر. طيب، على لا ندخل إلى الرأس، على الأقل من التصرفات. لا لا، طبعا هناك عدة عوامل هنا يجب أن نفهمها ونتطرق إليها. أولا، المفاوضات مع حماس لم تتكلل بالنجاح، لأنه بالفعل أنا أعتقد أيضا أن الشروط التي وضعتها حماس بالاقتراح الأخير كانت أكثر مما يمكن لإسرائيل أن تقبل. مثلا تأجيل الإفراج معظم الرهائن إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق حول المرحلة الثانية والثالثة، وأمور أخرى مثل منها ربما يجب أن نذكر أيضا موضوع نهاية الحرب. بنيامين نتنياهو يرفض أن يلتزم بنهاية الحرب، وأنا أعتقد أنه يعمل ذلك لأنه يعرف تماما أولا أن إسرائيل لم تنجح حتى هذه اللحظة بتحقيق أهدافها الأساسيين، هدفين أساسيين في الحرب، القضاء على حماس والإفراج عن المخطوفين. ضيف إلى ذلك حقيقة أن نتنياهو يسمع جيدا وهو حساس جدا لما يقوله شركاؤه في الحكومة المستوطنون، بن غفير وسموتريتش، هم يقولوا إذا ما وصلت إسرائيل إلى صفقة مع حماس طيب هم سينسحبوا من سيد الحكومة. يؤاف، فقط اعذرني على المقاطعة، هذه نقطة مهمة قبل أن نختم الحوار. يعني مسألة القضاء على حماس، منطقي هذا الهدف أم الهدف الاستراتيجي اليوم المبني على هذه العمليات بالنسبة إلى نتنياهو هي إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم، وهذا ما رفضه الفلسطينيون؟ شوف، أنا يعني أفهم أنه هذه هي ما يقول الطرف الفلسطيني، هذا ما يقول الطرف الفلسطيني. أنا لا أعتقد أن نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية كان هدفها تهجير الفلسطينيين، إبادة جماعية للفلسطينيين. كلا، أعتقد أنه كان هذا، يعني لو كان هذا بالفعل الهدف، 35 ألفا هذه الأرقام جله من النساء والأطفال، نعم، من أصل مليونين تقريبا من البشرة، هذا ليس، لا أعتقد، ولكن الرقم كبير أستاذ يؤاف، رقم كبير بكل المقاييس، كبير. 15,000 طفل هم موجودون كان في منازلهم. صحيح، يا حتى لو كان نصف هؤلاء فهذا رقم، عدد كبير جدا، مأساة، كارثة إنسانية تحدث في قطاع غزة، في ذلك ليس هناك شك. ومن يوقف هذه الكارثة غير نتنياهو؟ من يقف وراء الكارثة؟ من يوقفها؟ من يوقفها نتنياهو يجب أن يوقفها، واتفاقية مع حماس يجب أن توقفها. شكرا. أو صفقة مع حماس، وكلنا بانتظار ذلك، وإن شاء الله يحدث هذا قريبا، يجب أن يحدث هذا آجلا أم آجلا. شكرا جزيلا لك من حيفا، المحلل السياسي يؤاف شطير، مع كل هذه الإيضاحات. بعد الفاصل تتابعون: السعودية تدعو لاستئناف الحوار للوصول للحل في السودان.
ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تعرب عن بالغ قلقها حيال استمرار العمليات العسكرية في السودان. وأضاف بن فرحان أن المملكة السعودية تدعو إلى ضرورة العودة للحوار للوصول إلى حل سياسي في السودان، مشددا على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم وحدة البلاد ومؤسساتها. شهد شمال مدينة الفاشر وشرقها صباح اليوم تبادلا متقطعا للقصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقد روى شهود عيان للحدث أن طفلا قتل إثر سقوط قذيفة أطلقتها قوات الدعم السريع. هذا وتستمر حركة النزوح الداخلي من الأحياء الشرقية والشمالية إلى الأحياء ومراكز الإيواء الجنوبية خوفا من المعارك. من إقليم دارفور ينضم إلينا مراسل الحدث صالح أبو علامة، ومن الخرطوم مراسل الحدث المقداد حسن. أبدأ مع صالح أبو علامة وآخر التطورات من هناك. مرحبا، تعيش مدينة الفاشر عاصمة شمالية دارفور هدوء حذر من بعد الظهر، حيث توقف القصف المدفعي المتبادل الذي بدأ صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في الجهة الشمالية لمدينة الفاشر. هذا القصف أوقع عدد من الإصابات وأيضا عدد القتلى في صفوف المدنيين. هناك إصابات بحي الوحدة وحي السلام، هناك أيضا إصابات بحي أولاد الريف في الجهة الغربية. هذه المعارك وهذا القصف المتبادل اليوم أدى إلى زيادة وتيرة النزوح الداخلي من الأحياء الشرقية بمدينة الفاشر إلى الأحياء الغربية بمدينة الفاشر. هذه المنطقة هي منطقة آمنة نسبيا، وبها أيضا عدد من مراكز الإيواء في هذا المكان. هنالك أيضا أوضاع إنسانية متصاعدة بمدينة الفاشر، خاصة بعد المعارك الأخيرة بهذه المدينة. هنالك زيادة في أسعار السلع الأساسية، هنالك أيضا ندرة في السلع الأساسية خاصة دقيق الخبز وغيرها من السلع الأساسية. توقف الأسواق وعودتها ببطء أيضا ساهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بهذه المدينة. طيب، نذهب إلى الخرطوم ونستطلع الأوضاع من هناك مع المقداد حسن. في
بالفعل المبروك، الأوضاع هنا ربما تبدو اعتيادية في المشهد العسكري في محاور القتال المختلفة في مدن العاصمة الثلاث. هنا في الخرطوم شاهدنا عدد من أعمدة الدخان التي تصاعدت من محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في جنوب العاصمة الخرطوم في الساعات الماضية، وبعد ذلك تلاشت هذه الأعمدة من الدخان. أيضا استمعنا إلى أصوات المدفعية الثقيلة المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أوقات متفرقة خلال هذا اليوم، وإن كانت بوتيرة أقل مقارنة مع اليومين السابقين في ضاحية شرق النيل، في أحياء شرق الخرطوم، في عدد من المواقع. هذه العمليات العسكرية استهدفت مواقع تابعة لقوات الدعم السريع. في مدينة أم درمان المشهد يسوده هدوء نسبي في الأحياء الشمالية ومحلية كرري والمناطق التي تبدو فيها الخدمة المدنية وتسهيل حياة الناس في المناطق التي سيطر عليها الجيش السوداني خاصة في الآونة الأخيرة. لكن مساء الأمس حسب ما علمنا أنه شهد قصفا مدفعيا عنيفا من قبل القواعد العسكرية التابعة للجيش في مدينة أم درمان باتجاه مواقع تابعة للدعم السريع في شمال مدينة بحري. مع استمرار كمان يعني هذه المشاكل ربما الأوضاع الإنسانية تبدو متأزمة بصورة كبيرة جدا. نحن نتحدث عن أكثر من عام منذ بداية هذه الحرب، هذه الأحياء الشرقية من العاصمة الخرطوم تشهد ترديا كبيرا واستمرار لانقطاع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصال وصعوبة في حياة. طيب نذهب مجددا إلى إقليم دارفور مع صالح. بصورة شعبية عاد إلينا من جديد المقداد، فقدناه وسنعود إليه في سياق هذه النشرة إن عاد. نعود إلى صالح. صالح، مسألة النزوح من شمال الفاشر إلى جنوبها كيف تتم؟ نعم، هنالك صعوبة في عمليات النزوح الداخلي، هنالك ارتكازات منصوبة من قبل قوات الدعم السريع وأيضا من قبل القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح، هنالك أيضا صعوبة في المواصلات التي تقل الأهالي، بعض الأهالي فضلوا البقاء في منازلهم لأنهم نزحوا إلى هذه المنطقة من مناطق أخرى لذا آثروا البقاء، البعض تخوف من تساقط القذائف خلال الأيام الماضية واليوم وتحركوا إلى الجهة الغربية التي تعتبر آمنة نسبيا. هنالك أيضا مبروك عدد من مراكز الإيواء، هذه المراكز هي بالمدارس وبعدد من الأماكن داخل مدينة الفاشر، هذه المراكز أيضا بعضها تأثر بالمعارك وبدأ أيضا رحلة نزوح داخلية إلى داخل مدينة الفاشر خوفا وتحسبا من اشتداد المعارك مرة أخرى وتساقط القذائف داخل هذه المخيمات. هنالك أيضا أسر بدأت في التحرك، والتحرك إلى خارج مدينة الفاشر أيضا هو صعب جدا، هنالك اتجاه واحد هو الاتجاه الجنوبي، الحركة فيه تبدو أسهل من الاتجاهات الأخرى، بعض الأسر تحركت إلى مدينة نيالا وبعضها أيضا تحرك إلى منطقة خزان جديد محلية شعيرية التابعة لولاية شرق دارفور. دعنا نعود إلى المقداد حسن قبل أن ننهي هذه المداخلة. المقداد، كنت تقول وتتحدث عن الأوضاع الميدانية، ماذا عن مسألة عودة الخطوط والاتصالات؟ طيب يبدو أن هناك مشكلة مع مراسل الحدث المقداد حسن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخرطوم، والشكر أيضا لمراسل الحدث صلاح أبو علامة من دارفور. اتهمت حركة جيش تحرير السودان قوات الدعم السريع بتنفيذ قصف مدفعي عشوائي على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وقالت الحركة في بيان إن قوات الدعم السريع قصفت الأحياء المكتظة بالسكان والنازحين الذين نزحوا من الاتجاه الشمالي. وأشارت الحركة إلى أن قوات الدعم السريع تمارس هذه الجرائم لتعويض خسارتها الفادحة في معاركها الأخيرة مع قوات حركات الكفاح المسلح في دارفور والجيش ولجان المقاومة الشعبية. ودعت حركة جيش تحرير السودان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته
في حماية المدنيين الأبرياء في الفاشر وعدم السكوت على الجرائم. رأى سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة في السودان أن الحرب الحالية هي بين شعب ثائر تظاهر بالملايين ضد النظام السابق وأسقطه، وبين مريدي منظومة الفساد من أجل إدارة البلاد وفق تعبيره. صندل وفي بيان له اعتبر أيضا أن الحرب هي بين من يسعى لإقامة دولة أساسها المواطنة المتساوية من دون أدنى تمييز عرقي أو ديني، وبين الذين احتكروا السلطة زهاء 30 عاما وأورثوا الشعب والبلاد جوعا وحروبا وفقرا على حد قوله. معنا من جوبا جنوب السودان أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية دول بيت يوسف أحمد حسن، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أنتم متهمون بالوقوف وبمساندة الدعم السريع ضد الجيش السوداني. سوداو البيت، شكرا جزيلا. نعم تفضل. شكرا جزيلا، تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الحدث. على الرغم من أنني لم أسمع الجزء طيب. الأخير أنتم لا لا أنتم أعود إليك، أنتم متهمون بمساندة الدعم السريع ضد الجيش السوداني فيما يحصل من معارك اليوم. طيب شكرا جزيلا. أولا تحية لك وتحية للمشاهدين في قناة الحدث العظيمة والكبيرة. أولا نحن نتأسف حقيقة لهذه الأحداث التي تدور اليوم في ولاية شمال دارفور في مدينة الفاشر تحديدا، وما كان لهذه الأحداث أن تعود مجددا أو ترتد إلى الوراء لولاية شمال دارفور لولا أن خطط الفلول وأعوانهم قيادات الجيش السوداني ومناصريهم من حركات الكفاح الذين يسمون نفسهم حركات الكفاح المسلحة، الذين يقفون الآن ضد أهليهم وضد إرادة شعبهم والشعب السوداني جميعا. نحن أخي العزيز لم نساند الدعم السريع في هذه العمليات التي تجري الآن في ولاية شمال دارفور، ولكننا نحن نقف ضد دولة 56، تلك الدولة المستبدة، تلك الدولة الظالمة، تلك الدولة الباطشة، دولة الظلم والقهر التي أوردت الشعب السوداني كما ذكر السيد الرئيس الدكتور سليمان صندل حجار، أوردت الشعب السوداني مورد الهلاك منذ 30 عاما. الآن هذه الحروب نتيجة لتلك الاختلالات التي صاحبت النظام الإنغاز وصاحبت تلك الفترة التهميش المتعمد والظلم الاجتماعي الذي وقع على الشعب السوداني والاختلال البين في ميزان السلطة والثروة. طيب ما الذي نفهمه من بيانكم سيد ضو البيت؟ هناك من يصفكم بالتناقض اليوم، أنتم تقولون لا تدعمون الدعم السريع والبيان واضح ضد قوات الجيش السوداني. نحن يا أخي حملنا السلاح عندما نشأت الثورة، وعندما رفع الدكتور خليل الشهيد الدكتور خليل إبراهيم محمد السلاح في وجه نظام الإنقاذ لم تكن هنالك قوات تسمى الدعم السريع. نحن رفعنا السلاح والتحقنا بالميدان وكنا نطمح، هنالك هدف محوري لحركة العدل والمساواة السودانية هو التغيير الجذري لبنية الحكم في السودان، سواء كان عبر العمل المسلح أو عبر العمل المدني. الآن النظام الإنقاذ ماذا ليجثو بركبتيه على الشعب السوداني؟ نحن مع الذي يساندنا، والدعم السريع جاء متأخرا وساند الحركة العدل والمساواة السودانية وجميع حركات الكفاح المسلح في اتثاث نظام الإنقاذ من جذوره والعمل على بناء الدولة السودانية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق طيب. والواجبات. هناك سؤال، السؤال الأول يتعلق بما هو دوركم اليوم كعدل ومساواة فيما يحصل من الفاشر، نود إجابة صريحة ومباشرة، ما هو دور العدل والمساواة اليوم فيما يحصل من تطورات في الفاشر وتصعيد؟ ظللنا طيلة شهور الحرب الماضية ندعو الطرفين لوقف القتال
والعودة إلى مربع التفاوض لوقف نزيف الدم السوداني. فيما يتعلق بموضوع الفاشر، سنظل ندعو طرفي النزاع، قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى وقف الحرب ومراعاة مشاعر المواطنين ومراعاة للوضع الإنساني الكارثي في ولاية شمال دارفور، وتحديدا ولاية شمال دارفور التي نزح إليها الأهل في ولايات دارفور الأخرى. وبالتالي دعوتنا هي دعوة صادقة لقوات الدعم السريع، وأيضا دعوة صادقة لقوات الجيش السوداني لوقف هذه الحرب العبثية، هذه الحرب اللعينة، هذه الحرب المدمرة، وبالتالي العمل فورا ودون شروط مسبقة على وقف إطلاق النار والعودة لمربع المفاوضات لحل الأزمة السودانية وحل الأزمة بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع. طيب، أشرتم في بيانكم إلى الحاضنة السياسية للدعم السريع، من هي هذه الحاضنة السياسية التي أشرتم إليها في بيانكم؟ نحن يا أخي العزيز لم أشاروا الآخرين إلى الحاضنة السياسية، وبالتالي رئيس الحركة عندما كتب هذه المخطوطة حاول أن يوضح أنه ليست هناك حاضنة سياسية للدعم السريع. الدعم السريع منظومة عسكرية رديفة للقوات المسلحة، تم شرعنة القوات الدعم السريع من برلمان الإنغاز، وبالتالي ليس للدعم السريع حاضنة سياسية. أنا هنا لا أتحدث إنابة عن الدعم السريع، ولكن الذي أعلمه ليست هنالك حاضنة سياسية للدعم السريع. نحن لم نكن الحاضنة السياسية، ولا حتى الذين يتهمون أن تقدم أو الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية للدعم السريع. الدعم السريع كيان مستقل وقوة رديفة، ويظل البرهان يردد كثيرا أنها من رحم القوات المسلحة، وبالتالي كما للقوات المسلحة لم تكن لها حاضنة سياسية، الدعم السريع أيضا الذي أستطيع أن أقول أن ليس لها أيضا حاضنة سياسية. طيب أخيرا، ماذا تملك العدل والمساواة اليوم لإخماد هذه النار التي تأكل الأخضر واليابس في الفاشر؟ ما الذي تستطيعون تقديمه لمنع التصعيد ما بين الدعم السريع والجيش إذا تستطيعون تقديم شيء؟ الذي نستطيع أن نقدمه هو الدعوة الصادقة والطلب الذي كما ذكرت لقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي وكذلك الدول الصديقة والشقيقة والفاعلين في القضية السودانية، أن يتم الضغط على قوات الدعم السريع وأيضا الضغط على قوات المسلحة. الذي نعرفه والذي ظللنا نكرره أن الدعم السريع ظل ينادي بوقف السلام، وكثيرا ما يردد قائد قوات الدعم السريع أنه مستعد لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة غير مشروطة، ولكن للأسف فلول النظام السابق وأعوانهم ومناصريهم ظلوا يرددون نعم للحرب، وظلوا يرددون كلمة بس، وهي تعني استمرار الحرب، وهي تعني يعني حرق مزيد من القرى، وهي صب مزيد من الزيت على النار. نحن الذي نريد أن نقوله على القوات المسلحة أن توقف مليشة القبائل وتسليح القبائل، وأن توقف هذا الخطاب الذي ظلت تردده أنها ستظل تحسم هذه المعركة عسكريا. السودان لديه تجارب كثيرة منذ حروب الجنوب وكذلك حرب دارفور، لم تحل هذه المسائل عسكريا، بل جلس السودانيين للتفاوض عبر وسطاء ومسهلين وحلوا هذه المشاكل. الآن نحن في حركة العدل المساواة السودانية أيضا ندعو المجتمع الدولي والفاعلين والدول الصديقة والشقيقة في الضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف القتال والعودة إلى مربع المفاوضات. شكرا. وإحلال السلام في السودان. من جوبا جنوب السودان، أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية ضوء البيت يوسف أحمد حسن، شكرا على كل هذه الإيضاحات. وصلت كاميرا الحدث لأول مرة منذ بداية الحرب إلى محلية أم بدة غربي مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، المنطقة التي تصنف بأنها مواجهة عسكرية متقدمة لعمليات الجيش. كشفت خلالها الحدث الأوضاع الحقيقية لآلاف الأسر التي عايشت عام الحرب وظلت داخل مناطق الاشتباكات المسلحة.
لأول مرة منذ اندلاع الحرب نصل إلى محلية أم بدة غربي أم درمان، والتي تصنف أمنيا بأنها منطقة مواجهة متقدمة بالنسبة للجيش. وصولنا إلى سوق الحارة الأولى بأم بدة سيكشف لنا تفاصيل حياة السكان في هذه المنطقة بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب. الحمد لله، يعني عندنا احنا أولادنا هنا، يعني من البداية أم بدة الحارة الأولى من البداية قفل الثغرات ومنعوا أي تفلتات أمنية تخش الحارة، بل يعني دافعوا عن الحارات المجاورة. هذه السيدة كانت تسكن في إحدى حارات محلية أم بدة، هي الآن وصلت إلى الحارة الأولى بمحلية أم بدة، تحكي ظروف الحرب والوضعية التي تعيشها الآن. مرحبا بك. نحن طلعنا من شهر 10، كنا قاعدين يعني الدعامة كانوا قاعدين هناك، في النهاية بيجوا يخشوا لنا في البيوت يغتصبوا البنات وبيجوا يتلبوا، يقول لك أنت أبوظة، أنت تابع للجيش، يا أنت جاسوس بتاع جيش، لو ما جاسوس بتاع جيش كنت قاعد هنا للآن تسوي شنو؟ مريم مرحبا بك، أنت وولدك ما شاء الله جوا السوق، كيف عايشين وكيف أحوالكم؟ والله الحمد لله ماشي الحال، الحمد لله رب العالمين، والبيع ماشي كويس والناس هنا ما شاء الله كويسين متعاونين ومتكاتفين وما شاء الله تبارك الله. عشتوا ظروف صعبة الأشهر الفاتت؟ والله عشنا ظروف صعبة، كنا الحمد لله ماشيين كويس والله، نازات ومتكاتفين مع بعض والله. أحب أطمن كل المواطنين إنه والله ما في حاجة، الوضع مطمئن والناس ترجع بيوت عادي، ما في حاجة. كنا يوم من الأيام ما بنحلم بالطماطم ولا بخضار، كان شهرين ولا 4 شهور كان ما في زول بياكل سلطة، لكن الحمد لله الأوضاع السي مستقرة والفواكه والخضروات كلها تمام والأسعار مناسبة. مواطن عبد الرسول خيرسيد من الحارة الأولى، والحمد لله يعني الأوضاع مستقرة تماما، يعني زمان كان الدعم سريع ولكن جاهزين يعني جاهزين شديد، يمسكوا منك اللحم يقلعوا منك، يعني حياة كثيرة، لكن الحمد لله الحارة الأولى يكفل بشبابه وبناسه وبجيش والقوات المسلحة، والحمد لله الأوضاع ما شيء مستقر الحمد لله. الآن تجارة اللحوم هل في غلاء؟ بتتوفر من وين أساسا؟ والله يعني في غلاء بسيطة، يعني أصلا غلاء دي معامة، لكن متوفر الحمد لله كثير يعني. نزار البقداوي لقناتي العربية والحدث من داخل الحارة الأولى بمحلية أم بدة غربي أم درمان. أعلن التلفزيون السوري أن دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في لبنان وصلت لسوريا صباح اليوم من خلال قافلتين عبر نقطتين على الحدود بين البلدين. وأضاف التلفزيون أن القافلة الأولى دخلت من خلال معبر جوسي في ريف حمص بعد تقديم كل التسهيلات لعودتهم وتأمين كافة المتطلبات. أما القافلة الثانية من النازحين وصلت عبر معبر الزمران الحدودي. كانت منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها إزاء استئناف لبنان عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، وذلك نظرا للظروف القهرية التي يواجهها اللاجئون. واعتبرت المنظمة أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي للذين عادوا إلى سوريا. من جهته رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن الحكومة ماضية في سياستها بشأن النازحين، منتقدا ما وصفها بالحملات المستمرة على الحكومة في هذا الملف. هلا يطالعين تقريبا شي 300 شخص في دفعات تانية ان شاء الله، وعم نشتغل عليها هلا تيني، وهاي ان شاء الله يعني عطت دعم وزخم لانه الناس تتشجع وترجع. من مدينة بون الألمانية ينضم إلينا عمر أبو ليلى رئيس شبكة دير الزور 24، مرحبا بك، شكرا لوجودكم معنا. نبدأ معك من هذه التطورات، هل تعاطى لبنان
مع ملف اللجوء السوري وإعادتهم طواعية، نضع تحتها 1000 خط طواعية إلى سوريا، يعني هل درس جميع الجوانب قبل أن يعيدهم إلى سوريا؟ شكرا أستاذ مبروك على الاستضافة. حقيقة لنبدأ بتقييم موقف الدولة اللبنانية كدولة. أولا الدولة اللبنانية هي لا تملك قرار ولا تكترث بمصير مئات الآلاف من السوريين الهاربين من إجرام نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي تحتل سوريا منذ 2012 أو 2011 حقيقة. اليوم عملية ترحيل اللاجئين من سوريا من لبنان إلى سوريا هي عملية مبنية على أساسين. الأساس الأول هو ابتزاز أكبر للمجتمع الدولي لكي يدفع أكثر للبنان، وهذا ما يخدم حتى ميليشيات حزب الله بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. الجانب الثاني، الدولة اللبنانية نفسها هي منقسمة إلى أكثر من 1000 قسم. هناك العديد من الأحزاب والأطراف التي تتاجر بقضية السوريين الذين هم بالأساس هربوا من إجرام نظام الأسد ومن إجرام الميليشيات التي قسم كبير منها ينتمي لحزب الله وينتمي للميليشيات الطائفية الأخرى المدعومة من إيران. اليوم جميع من يروج بأنهم عادوا سواء بشكل رسمي من قبل الدولة اللبنانية أو الأطراف الداعمة لها بأن المئات والآلاف من السوريين هم يعودون إلى سوريا وأن كأن لا يوجد شيء قد حصل في السنوات الماضية، هؤلاء جميعهم تحت الخطر. لدينا العديد من القصص والروايات التي المؤلمة، نتكلم على أبرز قصة لشخص ناشط سياسي يدعى مازن حمادة تم إعادته من هولندا عن طريق الترويج من خلال هذه الحملات وحتى هذا اليوم. طيب حتى نستفيد من وجودك معنا أستاذ عمر، يعني الظروف اليوم مواتية لعودة السوريين إلى بلادهم؟ لا يوجد أي أدنى أو مقومات أو ظروف مواتية لعودة لاجئ واحد وليس اللاجئين، سواء الظروف الأمنية أو الظروف الاقتصادية أو الظروف السياسية. اليوم إذا ما تكلمنا على الجانب السوري أو داخل سوريا، الاقتصاد السوري منهار بالكامل. حاولت روسيا قبل الدولة اللبنانية أن تروج لعودة اللاجئين وأن تضيف شرعية لبشار الأسد ونظامه من خلال استقطاب اللاجئين في المهجر، وفشلت في ذلك عبر مؤتمرات دولية كثيرة، والآن تعود إلى الواجهة لبنان لكي تروج من جديد بأن أولا بأنها تدعم نظام بشار الأسد بشكل مباشر، وليس القضية تتعلق بالسوريين أو الضغط الذي تدعي الدولة اللبنانية أنه يمارس على الدولة اللبنانية من قبل هؤلاء اللاجئين. هذا بالتأكيد غير صحيح. اليوم لا يوجد ظروف اقتصادية، نتكلم أكثر من 13 مليون سوري في المهجر. طبعا السبب الرئيسي هم هربوا من إجرام نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والمدعومة من إيران والنظام الخامنئي، والسبب الآخر هو انهيار الدولة بكل معاييرها. نتكلم على سوريا اقتصاد جدا منهار، لا يوجد أي مقومات للحياة. وهل هناك بالفعل انتهاكات ضد العائدين؟ بالطبع لا يمكن لأي منظمة دولية بما فيها منظمات التابعة للأمم المتحدة أو سواها أن تتبع أي حالة من حالات العائدين إلى سوريا كما تروج لها الدولة اللبنانية أو سواها من الداعمين لبشار الأسد، وهذا هو مصدر الخوف الحقيقي للآلاف من السوريين ممن يتواجدون في المهجر. لا يوجد أي ثقة لكل من يدعم نظام الأسد، حتى لنظام الأسد الذي يعني أصبح ميؤوس منه أن يفتح صفحة أو أن يحاول أن يروج لنفسه من جديد بأنه سوف يفتح صفحة جديدة مع الشعب السوري. قضية الشعب السوري مع نظام الأسد والميليشيات التي تدعم بشار الأسد هي قضية أزلية، لا يمكن لهذه الملايين العودة إلى حضن هذا النظام إن صح التعبير طالما أنه على رأس السلطة. هناك نقطة أخيرة أود إضافتها، وهي من الضروري أن ننوه إليها سواء في المقابلات أو حتى حينما نكتب. يعني هناك العديد من الدول المجاورة التي تبتز المجتمع الدولي بقضية اللاجئين، ولكن إذا ما أخذنا مثالا بسيطا، المملكة العربية السعودية تستضيف ما يقارب 1 مليون سوري منذ أكثر من 13 عاما ولم تتكلم بيوم من الأيام حول قضية اللاجئين، بل ولم تناديهم بلاجئين وتسهل إقامة. هناك فرق كبير ما بين دولة تحترم المهجرين وتحاول أن تؤمن لهم سبل عيش كريمة قدر الإمكان، وبين دول تبتز المجتمع الدولي وتخاطر بمئات الآلاف من السوريين كما يحصل مع الدولة اللبنانية. شكرا جزيلا لك من مدينة بون الألمانية
الأستاذ عمر أبو ليلى رئيس شبكة دير الزور 24 على كل هذه الإيضاحات. هذه الساعة الإخبارية انتهت. دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. أحمد فارس معه المزيد من الأخبار على رأس الساعة.